ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من مخيم الجلزون رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية ومسؤول اللجنة الشعبية لمخيم الجلزون محمود مبارك. تحياتي أستاذ محمود. أهلا وسهلا فيك. يعني اقتحام جديد للمخيم واعتقالات ما بين صفوف المواطنين، أرجو أن تضعنا أكثر في صورة ما حدث داخل المخيم. يعني هو شبه يومي بيقتحم المخيم، مش يعني تقريبا شبه يومي، مش بس المخيم، كافة المخيمات بالذات تركيز على المخيمات. طبعا الهجمة كلها على الضفة الغربية وقطاع غزة هجمة غير مسبوقة، ولكن المخيمات تتعرض إلى هجمة أيضا غير مسبوقة في الضفة الغربية. وهذا الحكي يعني من بداية 7 أكتوبر لحد الآن. امبارح تم اقتحام المخيم، تقريبا قعدوا بجوز حوالي 2:30 في المخيم، فتشوا العديد من المنازل، فجروا أبواب منازل، دمروا الأثاث والأثاث البيت الداخلي بحجة التفتيش على السلاح والمصلوبين. تم اعتقال فتاة أيضا من المخيم شابين أثر هذا الاقتحام. طبعا كانت مواجهات عنيفة داخل المخيم بين الجيش والشباب المخيم. نعم أستاذ محمود، يعني يتعمد الاحتلال في كل اقتحام للمخيمات أن يدمر البنية التحتية بشكل واسع جدا كما حدث في مخيم جنين ونور شمس وغيرها من هذه المخيمات. ماذا باستطاعة اللجان الشعبية أن تفعل اليوم لتطوير هذا الواقع؟ يعني أنا وضعنا كله صعب، وضع السلطة صعب، ووضع العام داخل المخيمات صعب. الوضع في المخيمات أصلا صعب قبل 7 أكتوبر، الوضع في المخيمات صعب من 75 سنة، 75 أو 76 سنة، وإحنا نستنى بشوية حنية من هالعالم. ما فيش طبعا حل عصرين بعد 7 أكتوبر، ما حلوش علينا طبعا. وضع المخيمات صعب، وضع السلطة صعب، إحنا بنعاني من كثير من المشاكل داخل المخيمات. مخيمات بالذات في الشمال تعرضت لنكبات كبيرة جدا، لتجريف يومي، لاقتحامات يومية، لقتل، لاعتقالات كثيفة جدا. هذا الحكي راح يخلف الأجيال داخل المخيمات، يعني صحيح راح تكون أجيال مش مجرمة، يعني بمعناه إذا ظل الوضع والقمع والموجود داخل الضفة الغربية وقطاع غزة والقتل اليومي والاعتقالات، يعني يتلقى العالم كله مش راح يكون في أمن ولا استقرار في المنطقة أصلا. هذا بزيد المقاومة، بزيد العنف في المنطقة، مش لمصلحة حد طبعا. نعم أستاذ محمود، لو تحدثنا عن اللجان الشعبية للمخيمات، ما المطلوب اليوم لتطويرها وتفعيل دورها بشكل أكبر؟ يعني يجب دعم اللجان الشعبية بشكل أقوى. اللجان الشعبية بتعاني زي ما حكيت الوضع المادي صعب جدا، بظروف المخيمات زي ما حكيت، الوضع البطالي، الوضع الداخلي، الفقر، كثير شغلات بتعانيها المخيمات، بنية تحتية فيش في المخيمات. المخيمات بحاجة لدعم قوي جدا من أجل الصمود والثبات، لأنه الهجمة على المخيمات هي من أجل تأييس الناس، تشريد الناس، وبالذات المخيمات. الهجمة فيها هجمة على الأنوروا، بدهم يقولوا الأنوروا من أجل شطب حق العودي. يعني المفروض أنه في هذه الحالة أنه يكون في دعم خاص للمخيمات، أولوية للمخيمات. في نفس الوقت يجب أن نقول هذا الواحد، الوحدة الوطنية مهمة جدا. نعم. الوحدة الوطنية الحل الأمثل، بدون وحدة وطنية فيش تحرير. هل أنتم راضون عن الدعم الحكومي للجان الشعبية للمخيمات؟ يعني احنا بنراعي ظرف الحكومة، الحكومة وضع صعب، في حكومة جديدة، نأمل أن الحكومة الجديدة تضع في اعتبارها وضع المخيمات. احنا احتمال نكون لقاء الأسبوع القادم مع رئيس الوزراء إن شاء الله جديد، وإن شاء الله يكون في أولوية. نعم، ما هي مطالبكم الرئيسية اللي راح تطالبوا فيها رئيس الوزراء الجديد؟ ما هي مطالبكم؟ يعني أولا دعم المخيمات من تعزيز صمود المخيمات. صمود المخيمات مهم، احنا النقطة الأساسية في الوطن. قضية اللاجئين هي قضية جوهر القضية الفلسطينية، واجب الحفاظ على وضع المخيمات وصمود المخيمات. نعم. من أجل ثبات حتى تحرير، حتى عودتنا وتقرير مصيرنا وعودتنا لأراضينا اللي هجرنا منها. السؤال الأخير لك أستاذنا، يعني الحرب على الأونر وإنجاز التعبير، كيف ضربت المخيمات وتحديدا الخدمات المقدمة وأهمها الخدمات الصحية؟ هي الحرب قديمة جديدة، يعني على الأونروا من فترة طويلة كادوا أنه يحولوا الأونروا ولا هي تابعة للأمم المتحدة، وكان هناك احتجاجات وفي مؤامرة كبيرة على الوكالة، استغلوا هذا الضرب واستغلوا أنه الوكالة
استغلوا انه الوكاله بحجه شاركت او شارك عدد من الوكاله في 7 اكتوبر، طبعا كله كذب. هذه فرصه لهم انه ينهوا دور الوكاله بينهوا قضيه اللاجئين، ولكن هذا عبث لن نقبل. هناك 6 مليون لاجئ فلسطيني في العالم في الداخل والخارج، هؤلاء قنبله موقوته في كل وجه العالم. ان لم تحل مشكله اللاجئين لن تحل القضيه الفلسطينيه. نعم. واجب الحفاظ على الأونروا والتمسك بالأونروا لأنها الشاهد الوحيد على نخبتنا. نعم، رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات الضفة ومسؤول اللجنة الشعبية لمخيم الجلزون الأستاذ محمود مبارك، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مخيم الجلزون.